قال المتحدث باسم تجمع المهنيين أمجد فريد إن قوى إعلان الحرية والتغيير ما زالت تنتظر رد المجلس العسكري على مقترح الإعلان الدستوري الذي سلمته إياه. وأكد فريد أن الاحتجاجات تستمر حتى مع قرب حلول شهر رمضان لحين تلبية مطالب السودانيين بتولي سلطة مدنية في قيادة البلاد. سلمت قوى الحرية والتغيير الإعلان الدستوري أو مقترح الإعلان الدستوري للمجلس العسكري، والمجلس العسكري أصدر بيان برضو رحب به وقال إنه حيرد عليه بشكل عاجل. نحن في انتظار رد المجلس العسكري ونتمنى إنه يكون رد إيجابي بيودي العملية التفاوضية والعملية السياسية تحت الانتقال من السلطة العسكرية لسلطة مدنية انتقالية إلى الأمام في أجواء من التفاعل بين الاستجابة تحت المجلس العسكري لمقترح الإعلان الدستوري، كونه بيضع إطار قانوني واضح لحدود الصلاحيات والمسؤوليات لكل مستوى من مستويات السلطة. برضو بنقول لكم استعداداتنا لرمضان، الاعتصام زي ما انتم عارفين مستمر حتى تحقيق مطالب إعلان الحرية والتغيير كاملة غير منقوصة وانتقال السلطة إلى سلطة مدنية انتقالية بتتولى التمهيد لمرحلة ديمقراطية مستدامة. ومن الخرطوم ينضم إلينا مراسلنا عبد الباقي العوض. عبد الباقي، يعني كنا من تابع أو مكان يتابع يعني هذا المؤتمر الصحفي عبر شاشة الحرة، لم يأتي بجديد سوى الانتظار من المجلس الانتقالي، انتظار الرد. يعني كيف قرأ الشارع هذا ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي بداية؟ في واقع الأمر الشارع السوداني قابل الخطوة بكلياتها، ليس فقط المؤتمر الصحفي وإنما موضوع تسليم قوى الحرية والتغيير لوثيقة الإعلان الدستوري للمجلس العسكري الانتقالي وقبول المجلس العسكري الانتقالي لهذه الوثيقة. هذا انعكس بشكل إيجابي جدا على الشارع السوداني، تحديدا أمام القيادة العامة للجيش السوداني حيث الاعتصام. هناك سمعنا ربما آراء متفائلة حول خطوة ربما من المنتظر أن تحدث خلال الأسبوع المقبل على الأقل، خاصة وأن المجلس العسكري الانتقالي تحدث على أنه يدرس، وهناك مؤشرات على أن المجلس بالفعل قد ربما أكد على أنه سيلتزم بتنفيذ بعض بنود ما جاء في هذه الوثيقة، وثيقة الإعلان الدستوري التي من المتوقع أن تشكل إطارا ربما قانونيا لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد. هناك حديث على أن اتفاقا بالفعل قد تم، أو ربما هي مؤشرات على مسألة تحديدا مجلس السيادة المختلط ومجلس أمن قومي وغيرها من بقية الهياكل الأخرى، خاصة وأن قوى الحرية والتغيير تحدثت على أن هذه الوثيقة ليست وثيقة جامدة وإنما هي لربما مفتوحة لأي إضافات أو تعليقات من قبل المجلس العسكري الانتقالي، وبالتالي فإن ذلك قد يشكل واحدة من أهم النقاط التي لربما تقبل النقاشات وإبداء الملاحظات، وبالتالي فإنها تبدو مرنة إلى حد يمكن الاتفاق بشأنها خلال المحادثات أو المفاوضات التي ستبدأ ربما في بعد يومين أو ثلاثة من الأيام. ولكن الجديد هو كذلك أن مسألة موافقة المجلس العسكري الانتقالي نفسه على بعض هذه البنود أكدتها تجمع قوى الحرية والتغيير اليوم، وتحدثت على أن الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني سيستمر، بل وتم تعزيز المتاريس أمام الطرقات الرئيسية، وهذا يشكل كذلك واحدة من أهم الموضوعات التي كان قد جرى التباحث بشأنها بين المجلس العسكري الانتقالي وبين تجمع قوى الحرية والتغيير، وكان هناك خلاف كبير الحقيقة بهذه النقطة. المجلس العسكري الانتقالي كان قد تحدث على أن هذه المتاريس تشكل واحدة من العقبات أمام حركة المارة بالطرقات الرئيسة المؤدية إلى عمق العاصمة الخرطوم، وكذلك أشار إلى أن اتفاقا بالفعل قد جرى بين الطرفين، الأمر الذي نفته قوى الحرية والتغيير لاحقا، وبالتالي فإن بهذا التأكيد على تعزيز المتاريس أمام مقر القيادة العامة يؤكد على أن بقاء هذه الجماهير في مكانها ريثما يتم التوصل إلى اتفاقات وتنفيذ كافة مطلوبات الثورة السودانية. ولكن هذه المؤشرات الإيجابية التي تحدثت عنها، يعني قبول الحوار والوصول إلى ربما إلى يعني قبول يعني هذه الوثيقة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير،
هذه المؤشرات الإيجابية ألم تغير يعني في سلوك الحراك الشعبي وتخفف لربما قليلا من وجود هذه الكميات الهائلة من المحتجين في الشوارع أمام مقر القيادة العامة؟ في واقع الأمر قوى الحرية والتغيير ليس بيدها أي ورقة ضغط على المجلس العسكري الانتقالي باستثناء، ولكن هي من تدعو أيضا المتظاهرين للبقاء في الشارع. السوداني. صحيح صحيح، وهذا ما يؤكد على أن الورقة الوحيدة التي تستطيع أن تضغط بها على المجلس العسكري الانتقالي هو بقاء السودانيين أمام القيادة العامة ومواصلة الاعتصام ومظاهر الاحتجاجات الأخرى، ليس فقط أمام القيادة العامة للجيش السوداني فقط وإنما حتى في الولايات الأخرى. من غير هذه الوسيلة لربما لم يكن بيد القوى الحرية والتغيير أي ربما وسيلة ضغط على المجلس العسكري الانتقالي للاستجابة لمطالبها، خاصة وأن المجلس نفسه قد اعترف بأن قوى الحرية والتغيير هي الجسم السياسي الوحيد الذي ربما باستطاعته تحريك الشارع والتأثير على الشارع بشكل فاعل، وبالتالي فإن ربما فقدان هذه الورقة ورقة الاعتصامات أمام القيادة العامة للجيش السوداني ولو حتى عن طريق تطبيع الحياة من خلال ربما السماح لحركة القطارات أو حتى إزالة المتاريس أمام الطرقات الرئيسة أو غيره لربما يضعف من الوسيلة التي من شأنها أن تضغط بها قوى الحرية والتغيير على المجلس العسكري الانتقالي، وبالتالي فإن التأكيد على استمرار هذا الحراك الجماهيري هو الوحيد الضامن ليس فقط لتنفيذ كل مطلوبات الثورة وإنما حتى لإسناد ربما موقف قوى الحرية والتغيير في تفاوضاتها مع المجلس العسكري الانتقالي. عبد الباقي العوض، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من العاصمة السودانية الخرطوم، شكرا لك.